إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء ما زالت الانطلاقات متواصلة والفعاليات مستمرة على أرضية ميدان التحدي لينطلق شوط جديد لتبدأ إثارة جديدة مع شوطنا الأول الرئيسي للفئة الجعدان مع شعارات أبناء الغبال ومع تواصل سلسلة النواميس لهذه الفترة الصباحية مع منافسات السن الحقائق وانطلاقة هذا الشوط والشعارات الحاضرة والمتواجدة والأسماء المميزة التي تشارك معنا بهذه الانطلاقة لنبدأ مع كوكبة الأسماء الحاضرة على البداية لنرى ونتابع شعار الخيارين من يحضر مع البداية ويتقدم ماي هاب لقانم بن محمد بن زايد الخيارين ليتقدم شعاره على البداية وعلى المركز الأول. المركز الثاني شاهين حمد بن محمد بن طفله المري والمركز الثالث أرى القدوم والوصول لحرقان. حرقان تعود المكيلي فهد بن ماجد بن محمد السحيم القحطاني. المركز الرابع أتابع مشاهدينا الكرام شعار المرعب القادم بتحديات مع السلهود مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. والمركز الخامس الواصل بهذه اللحظات المتقدم عشاق لمحمد بن سعد بن علي الفعيدة المري وهنالك الأسماء القادمة والواصلة بهذه اللحظات الواصل والمتقدم جمل لخليل بن عبدالهادي بن خليل الشهواني. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى وتابع أيضا أسماء قادمة وأسماء بدأت تنتقل بدورها نحو المركز الأول لأتابع حرقان. حرقان من بدأ يسيطر على مجريات هذا الشوط ليبدأ بالحضور بشعاره والتواجد المميز على أرضية هذا الميدان لفهد بن ماجد بن محمد السحيم القحطاني على البداية ومع المقدمة والصدارة بدأت تتسمح أمور حرقان بهذه الانطلاقة ليكون هو القائد والمسيطر لزمام الأمور ليسيطر مع أول المراكز. لكن المركز الثاني الله الشواني قادم ليقدم لنا مجمل وهنالك الوصول من قبل مسيطر ناصر بن مبارك بن راشد الحباب. لكن البداية حرقان بدأ بالانطلاق الجميل والانفراد المميز مختطفا هذا الناموس الغالي محققا المركز الأول مباعدا ما بينه وما بين الأسماء ليكون حاملا للرقم واحد معانقا للرقم واحد والرقم واحد يسعى بمعانقة حرقان فهد بن ماجد بن محمد السحيم القحطاني. إلى المجد يا أبو ماجد إلى المجد الخليل مع ناموس حرقان ومع انتزاعه لناموس هذا الشوط. سلام حرقان سلام سلام يا سحيمي سلام سلام يا القحطاني على هذا الفوز المستحق وعلى تحقيق حرقان للمركز الأول. مركز الثاني مجمل لخليل بن عبد الهادي بن خليل الشواي. مركز ثالث وصل معاند راشد بن محمد الزقيب المري. المركز الرابع وصل مسيطر ناصر بن مبارك الحباب الهادي. المركز الخامس كان الوصول لمطران علي بن صالح بن محمد أبو صلع المري. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء تابعنا معكم المنافسة التي حضرت في هذا الشوط من قبل هذه الأسماء وكان الحضور الأبرز لحرقان من حمل الرقم واحد وحقق المركز الأول بانفراد جميل بتوقيت زمني وغدر 3 دقائق 5 ثواني جزءا وحيدا يتيم من الثانية. تهاني تبريكات لفهد بن ماجد بن محمد السحيم القحطاني على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني كان الوصول من قبل مجمل توقيت الزمني لحظة وصوله 3 دقائق 10 ثواني 21 جزءا من الثانية. التهاني تبريكات لخليل بن عبد الهادي بن خليل الشهوان. المركز الثالث كان الوصول معاند 3 دقائق 11 ثانية 43 زمن الثانية. التهاني والتبريكات نزفها لراشد بن محمد الزقيبة على هذا الفوز المستحق.